ما تناولنا يا صاحبي كوباية الشاي دي، أخوك مجهد وتعبان من كتر التفكير. نفسي أبدأ المشروع بتاعي بس مش عارف، نفسي حد يشيلني زي ما أنا كده أهو، يوديني مكان يساعدني أبدأ المشروع. يا لو المكان ده بيسجل علامة تجارية، بس يسجلها لي دولي ومحلي. أنت بقى مش متخيل كم المجهود اللي أنا ببذله في التدوير والطوابير. ده أنا مرة يا مؤمن رايح أبلغ على قضية غش، وقفت في طابور من 9 لـ 12، وبعد 3 ساعات يا مؤمن ألاقي لك ده طابور الراجل بتاع الفول اللي جنب الاسم. أنا نفسي ألاقي مكان يساعدني في قضايا الغش والتقليد بتاعة العلامة التجارية، ومش بس كده، لأ، يسجل لي النماذج الصناعية، لأن في فرق ما بين النماذج الصناعية وبراءة الاختراع. لأ، ما هو مش كل واحد مش ماشية كده أهو. بس حلو التروسيكل ده، هيساعدنا في إن احنا ندور، خلي بالك. لا لا لا، متين أبو 3 عجلات ده صح؟ أنا طلباتي مش كتير، أنا طالب إيه؟ أنا بس عاوز حد يقوم ماسك لي موضوع الضرايب والحسابات، وأنت عارف فاتورة إلكترونية بند مهم أوي، خلي بالك. ولا باركود، أهو باركود ده بقى هيجنني. أنا حاسك متضايق، فيك حاجة بس مش مهم دلوقتي، المهم المكان اللي بقولك عليه اللي هو فيه كل حاجة ده. أنت قدام إيجي ماركس، ارحمني بقى. ما تفضلش واقف مكانك ومستني حد يحركك، اتحرك انت ومتشيلش هم اللف والتعب، لان عندنا كل الخدمات اللي انت محتاجها. ايجي ماركس، keep your ideas safe.